فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رفعت يدي حيال المنكبين أو الأذنين، فهل تكون قريبة من الكتف والأذن أم تكون بعيدة؟ قريبة، تكون قريبة من الكتف والأذن. نعم، ليش تكون بعيدة؟ نعم. وهل لا بد حفظك الله من مس الأذن عند التكبير؟ لا يا أخي، لا، ما هو بتمس الأذن أو تسنده على الكتف، لا، أو على الأذن، لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.